مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تنقلت عدد من الصفحات الفيسبوكية صورة لتمريننا بالصفحة الأولى في كتاب لمادة التربية الإسلامية خاصة بالمستوى الأول، وهي الصورة التي أثارت الكثير من الجدل بين رواد الموقع الأزرق والأساتذة وأولياء الأمور. ويتعلق الأمر بتمرين يطلب من التلاميذ التشطيب على العبارة الدخيلة وهي الموجودة بصورة الفاتحة، حيث كان الجواب هو عبارة الله أكبر. معلقون اعتبروا أنه من غير المعقول أن تتم دعوة الأطفال بسن لا يتجاوز 7 سنوات إلى تشطيب عبارات تضم لفظ الجلالة نظرا لقدسيتها، حيث كان من الأجدر حسب بعض الأساتذة الاكتفاء بدعوة التلاميذ إلى إحاطة العبارة المطلوبة أو تلوينها فقط. للإشارة فإن الكتاب المذكور لم تتم المصادقة عليه من طرف وزارة التربية الوطنية رغم أنه يوافق المناهج المقررة في التدريس المستوى الأول، كما يفضل العديد من المفتشين التربويين عدم إدراج أي كتاب ورقي في تدريس مادة التربية الإسلامية لدى تلامذة المستوى الأول لكونهم ما زالوا في طور تعلم الحروف الأبجدية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.